وجاء في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى آخر الحديث. فالوصية في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما أوصى الله عز وجل به في القرآن الكريم العظيم، وأهم ما وصى به هذا الكتاب الكريم العظيم، هو الوصية بتوحيد الله عز وجل وبالنهي عن الإشراك بالله جل وعلا. ولذلك قال الله عز وجل: قل تعالوا، أي هلموا، أقبلوا، أتلوا، أي أقص وأذكر لكم ما حرم ربكم عليكم، يعني الأمور التي حرمها الله عز وجل على العباد. أول هذه الأمور: ألا تشركوا به شيئا، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا دي للعبادة، وخلقنا لعبادة ربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه: هل تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان نتقرب لربنا عز وجل بالحاجات اللي أمرنا بها، وأعظم التوحيد. والتوحيد كما هو معلوم إنه الإنسان يا أخواننا يعتقد بقلبه اعتقادا جازما لا شك فيه، ويؤمن إيمانا صادقا لا غش فيه، يؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو مالك هذا الكون، وهو ربه وسيده ومدبره. وهذا الأمر كان المشركون يقرون به، يعني الإنسان يعتقد إنه ربنا خالق الكون وخالقنا وخلق الشجر وخلق الطير والمخلوقات والأنهار إلى آخر الأمر، ده كان المشركين مقرين به. كما قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يعني ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لو سألت المشركين، ناس أبو لهب وأبو جهل وغيرهم من المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، الخلق الواطة والسماء منه، بيقولوا الله. ربنا قال: ليقولن الله. فهذا من التوحيد. لكن ده ما الموضوع الأساسي في التوحيد الذي من أجله بعث الله الرسل. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فربنا سبحانه وتعالى ما من أمة من الأمم ربنا خلقها إلا رسل لها رسول. الرسول مهمة جنو، مهمة إنه يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وبترك عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي بعث الله من أجله التوحيد، من أجله الرسل، وهو التوحيد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. زي ما ربنا عز وجل قال في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص، اللي هو التوحيد. فربنا عز وجل لا يقبل من العبادة
إلا العباد الخالصة، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني الناس اللي عملوا لهم أولياء من دون الله عز وجل، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني عبادتنا لهم عشان هم يقربون لربنا تبارك وتعالى. وهذا هو الاعتقاد الفاسد، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا، إن الإنسان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى في العبادة ما يعمل له واسطة. الإنسان يقول أنا عندي ذنوب وعندي معاصي وأنا ما بعرف ربنا سبحانه وتعالى، فيقوم يقول أنا لو مشيت لربنا سبحانه وتعالى طوالي كده وما خرجت واسطة ربنا ما بيقبلني، وده الظن السيء الورط كثير من الناس. ربنا قال والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. فظن السوء إن العبد يظن بالله سبحانه وتعالى هذا الظن، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إحنا ما دارين منهم، وده كان الاعتقاد بتاع المشركين زمان، إنه الولي المزعوم حقهم إنه ما دارين منه يخلق ولا يرزق ولا يديهم ولد ولا ينجحهم ولا يحفظهم. هم يعلمون أن هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يريدون منهم القربة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني مكانة ودرجات عند الله سبحانه وتعالى، دارين منهم إنه يقربهم لربنا عز وجل. فوقعوا في الشرك، وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن العبادة كلها حقت ربنا، الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام، برضو الدعاء والرجاء والتوكل والخوف، ده كله عبادات. العبادة دي الإنسان لو عبد بها ربنا سبحانه وتعالى وتاني قام أدى جزء منها أو واحدة منها أو كلها لمخلوق مع ربنا عز وجل، ده يكون مشرك الشرك الأكبر الذي يبدله باسم الإسلام اسم الكفر، وينقله عن دائرة الإسلام ولا يكون من المسلمين. عشان كده المسألة دي خطيرة، ربنا سبحانه وتعالى حذر منها حتى الأنبياء، بل حتى أفضل الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا عز وجل حذر من أن يقع في هذه المصيبة العظيمة وهي الشرك بالله. ربنا عز وجل قال قل أفغير الله، يعني غير الله سواء كان صالح أو ملك أو بقى جن أو بقى قبر أو بقى ضريح أو قبة أو بقى بيان أو بقى ستة وادع أو غيره، ربنا قال قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وده معناته إنه اللي بيعبد غير الله جاهل، وصحيح هو جاهل، لأنه هذا الإنسان بدلا أن يصرف العبادة إلى مستحقها وهو الرب تبارك وتعالى، صرف هذه العبادة إلى المخلوق الضعيف الذي لا يستحق العبادة. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك، هذا خطاب من الرب سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، وإنما هو وحي الله وإنما هو كلام الله. ربنا عز وجل قال ولقد أوحي إليك،
وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يعني لو حصل وما ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه الشرك، معصوم عليه الصلاة والسلام. فربنا قال له حتى لو أشركت، ربنا قال ليحبطن عملك، يعني أعمالك الصالحة بتبطل، وكلا تبقى ما عندها قيمة عند الله عز وجل. زي ما ربنا عز وجل قال والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يعني زي الريح الشديدة لقت لها كوم بتاع رماد. هذه هي الأعمال، مثل هذه الأعمال. وربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني هم عندهم أعمال صالحة لكن جعلوا لله شركاء في العبادة، فربنا سبحانه وتعالى أبطل أعمالهم كلها. عشان كده الشرك زي ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال والشرك إذا دخل على العبادة أفسدها كالحدث إذا دخل في الطهارة. يعني الإنسان إذا توضأ وأراد أن يصلي ثم وقع منه الحدث ولو كان الماء يقطر منه فصلى، فصلاته باطلة فاسدة. برضو الإنسان لو كان بيصدق ويزكي ويحج ويبر والدينه ويطعم المساكين ويعمل الأعمال الصالحة الكثيرة العظيمة ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويبكي من خشية الله، لكن يقوم يصرف شيء من العبادة لغير الله، يقوم يعتقد إنه في مخلوق مهما بلغ من الصلاح ومن الولاية إنه يعلم الغيب مع ربنا، ده عبادته دي كلها ولو عبد الله مليون سنة عبادته كلها حابطة وباطلة وفاسدة ولا أجر له، بل أنه سوف يدخل النار ويخلد في النار ولا يخرج من النار. عشان كده ربنا عز وجل قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الليلة الناس اللي بيجي يقولوا نحن عندنا شيوخ بيعلموا الرائحة بيجيبوها، وبيعلموا الفات زمان قديم بيوروك له، وبيعلموا بيرقدوا لك الخيرة يعرفوك انت الحاصل عليك شنو. هؤلاء طواغيط، والذي يعتقد فيهم أنهم يستطيعون أن يفعلوا هذه الأشياء، أول حاجة ده زول جاهل، نمرة اثنين وقع في الشرك الأكبر، لأن الغيب لا يعلمه ولا يكشفه إلا الله. ربنا نفى علم الغيب عن أفضل المخلوقات بنص القرآن، أفضل الخلق ربنا قال ما بيعلم الغيب. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر، ربنا عز وجل قال قول للناس كلمهم وبلغهم وتبرأ من علمك أنك تعلم الغيب. ربنا قال في سورة الأنعام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، خزائن الله أنا ما عندي، ولا أعلم الغيب، يعني أنا ما بعرف الغيب، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني حتى أشراط الساعة والحاجات الما وقعت الغيب الكلمتكم بها دي أنا ما جبتها أنا من عندي، وإنما هي بوحي الله سبحانه وتعالى. كذلك ربنا قال عن جميع الأنبياء إنهم ما بيعلموا الغيب. ربنا عز وجل قال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فقالوا نحن ما عندنا علم والغيب لك يا رب. الملائكة ربنا قال في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فزول اعتقد إنه مخلوق بعد الكلام ده. الصحابة ما بيعلموا الغيب. ربنا قال في سورة آل عمران بعد ما غزوة أحد انتهت وأصاب المسلمين ما أصابهم من استشهاد 70 منهم رضي الله عنهم ووقوع الهزيمة إلى آخر، ربنا قال الوقع ده خير. وبعدين ربنا عز وجل قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الكلام ده للصحابة، ربنا قال أنا ما كان بطلعكم على الغيب يعني تشوفوا. فطيب إذا كان الصحابة ما بيعلموا الغيب وما ممكن زول الليلة يقدر يقول الصحابة ما أولياء، لأنه لو قال الصحابة ما أولياء معناه كذب القرآن وكفر بكلام الله، لأنه ربنا قال عن الصحابة وكلا وعد الله الحسنى يعني الجنة. فربنا نفع عن الصحابة الكرام الخيار الأولياء الصالحين، ربنا نفع عنهم إنهم يعلموا الغيب. الجن ذاته ما بيعلم الغيب، لأنه في ناس بيخافوا، أو كثير من النساء الوحدة تخاف تقول لك الزول ده معاه جن. الجن ذاته ما بيعلم الغيب. ربنا قال في سورة النمل في قصة سليمان، سليمان عليه السلام ربنا سخر له الجن، ما كان بيعمل سحر وكتابات ومحايات وتيس أسود وقعنجة طرشاء وفار أبيض، لا ما كان بيسوي الدجل والتقرب إلى الجن والشياطين، ربنا سخرهم له والشيطان يخدم سيدنا سليمان، وإذا أبى ربنا عز وجل يعذب هذا الجن. فربنا سخرهم يبنوا وكذا، فسليمان عليه السلام ربنا قبض روحه والجن شغالين، سليمان عليه السلام قاعد ومتكي على عصا ومات على هذه الحال، والجن قالين سليمان عليه السلام حي ما مات. ربنا قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا شنو؟ إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني الدابة دي أكلت العصاية، ناس قالوا الأرض وناس قالوا دابة تانية، المهم جاءت أكلت العصاية. ربنا قال فلما خر أي لما وقع سليمان عليه السلام تبينت الجن، عرفوا يا دوب أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فيبقى الجن ما بيعلموا الغيب، فالصالحين ما بيعلموا الغيب ولا غيرهم. يجي واحد يقول لا، النبي عمر رضي الله عنه قال يا ساري الجبل، وهو عمر لو سألت الزول اللي بيقول الكلام ده عمر رضي الله عنه قال الكلمة دي ليه وساري يدمنه ما بيعرف الكلام. الكلام ده باختصار عمر رضي الله عنه عنده جيش رسله، والرئيس بتاع الجيش والقائد اسمه ساريا، والعدو قام يعني جاء لجيش المسلمين، وعمر رضي الله عنه كان بيصلي الجمعة بيخطب في الجمعة، فقال الكلمة دي قال يا ساري الجبل، وهما شاعر نفسه قاله، حتى الصحابة بعض الصحابة قالوا له قلت كذا وكذا أوحي بعد رسول الله، فقال والله ما قلت، لغاية ما ذكره ويتذكر قال إنما هي كلمة أجراها الله على لسان. فربنا بقدرة سمع سارية البعيد منه مسيرة أيام وليالي. يا ساري الجبل معناها شنو؟ معناها خلي ظهرك للجبل، أرجع للجبل. وربنا نصر المسلمين، وده ما فيه دليل إنه عمر يعلم الغيب، لأنه الكلمة اللي قال ذاته ما كان متأكد إنه قال لغاية ما ذكره الصحابة.
طيب نقول لهم عمر رضي الله عنه كيف مات؟ مات مقتولا في صلاة الفجر، قتله أبو لولو المجوسي لعنه الله، واندس في صلاة الفجر. الزمن ذاك لا في لمبات لا في كهرباء، فاندس جوا الناس جوا صلاة الصبح، وخات الخنجر في هدومه وملابسه. لما عمر رضي الله عنه كبر للصلاة بعد ذاك طعن عمر، وعمر رضي الله عنه كان وراءه صحابة أجلاء وفضلاء رضي الله عنهم أجمعين، ما عرفوا إنه الزول ده قاعد في نصهم ودار يقتل عمر. فقتل هذا الرجل عمر ولم يعلم به الصحابة، وكذلك قتل علي بن أبي طالب غدرا وما علم أنه سوف يقتل بهذه الطريقة وأن هذا الرجل سيأتيه ويقتله. وديل هم سادات الأولياء من هذه الأمة. فكيف الليلة يقولوا لنا في بشر سوداني بيكشف ما في الضمير؟ يقول لك بيكشف جوا قلبك في شنو؟ يكشف شنو؟ ما يكشف أي حاجة. ده لو دكتور ما يكشف، لو دكتور ما يكشف. ناس يعتقدوا فوقه ويخافوا، وناس يمشوا ليه الطين يأكلوه، يبيعوا لهم الدراويش المجارمة، يبيعوا لهم بالقروش، يبيعوا لهم الطين بالقروش. وده كله من الوثنية ومن الشرك بالله. يا أخو عمر رضي الله عنه في البخاري مشى للحجر الأسود، ومن السنة إنه الإنسان إذا طاف بالبيت إنه يستلم الحجر الأسود إذا قدر بيمينه. فقام قال عمر وخاطب الحجر حتى يسمع المسلمون، قال والله إني لأعلم إنك لحجر لا تنفع ولا تضر. والحجر الأسود نزل من الجنة، من حجارة الجنة. قال إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فإذا كان حجر من الجنة لا ينفع ولا يضر، الليلة ناس يمشوا لهم لطينة موية عفنة يقولوا دي بتدي الولد، ودي بتسهل العرس، ودي بتشفي المرض، ودي بتكف العين، وإلى آخر من الاعتقادات الشركية الموجودة الليل. فلذلك دي صورة من صور الشرك بالله، الكفر الأكبر الذي ما وصل إليه حتى أبو جهل وأبو لهب. من صوره برضو الإنسان يدعو الميت أو يدعو القبة أو يدعو الشيخ أو الفكيه أو بتاع البنية، لو قريب أو بعيد، ما دام ميت، أو لو حي لكن بعيد أو ما بيقدر، أو حاجة ما بيطلبوها إلا من ربنا سبحانه وتعالى كالشفاء، زي ما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين. اللي بيشفي الله ما بيشفي شيخ ولا بتشفي ورقة، ربنا هو الشافي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان في الرقية يقول اللهم رب الناس أذهب الباس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فالإنسان إذا نادى دعا ونده مخلوق مع ربنا سبحانه وتعالى مهما بلغ في الصلاح فإنه يكون كافرا بالله. ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا دناهية، نهاك ربنا عز وجل تدعو معه مخلوق تاني أو غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج عنق من النار، بيمرق شيء طويل جدا من النار يوم القيامة، عنق. قال له عينان تبصران ولسان يتكلم، فيقول وكلت بثلاث، ثلاثة أصناف من الناس، أي واحد عمل الشيء ده منهم العنق ده يقوم يلتوي عليه ويدخله في نار جهنم والعياذ بالله. أول واحد فوقهم، وده الشاهد من الحديث،
قال بمن دعا مع الله إلها آخر. الزول اللي بيدعو مع ربنا سبحانه وتعالى مخلوق آخر ده يوم القيامة يخرج هذا العنق ويدخله إلى جهنم. عشان كده ربنا عز وجل قال وأما من أوتي كتابه بشماله. من ناس صنفين يوم القيامة، صنف هم أهل التوحيد والإيمان والعقيدة الصحيحة، دين ربنا بديهم كتاب بيمينه. ربنا عز وجل قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. السماء بتنشق وتبقى واهية، قال والملك على أرجائها يعني على أطراف، الملائكة بتكون على أطراف السماء لأنه خلاص يوم القيامة جاء. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ده يوم عظيم، الإنسان يخاف يوم القيامة إن ربنا سبحانه وتعالى ما يتقبل منه أو يحبط عمله. فكيف لو الإنسان جاب الشرك؟ دي نتيجته كده، أهل التوحيد وأهل الشرك. ربنا عز وجل قال والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال العلماء أي ثمانية صفوف من الملائكة، ثمانية صفوف. قال كما ذكر ابن كثير قال وإنما بين موق أحدهم، يعني المحل اللي بتنزل منه الدمعة الجنب النخرة من العين، إلى مؤخر عينه، يعني عينه دي بالطول، قال مسيرة مئة عام. ده الملك الواحد من قدام العين لحد نهايتها الفتحة بتاعتها دي طولة كم؟ مسيرة مئة سنة. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ربنا قال يومئذ تعرضون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. أي واحد فينا رجالا ونساء حيلاقي ربه، وربنا عز وجل حيكلمه من غير يكون في واسطة مترجم. قال فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الناس يعرضون على الرب عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ربنا لا تخفى عليه خافية. ربنا قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الزول العمل خير، الزول الوحد ربنا، الزول الحافظ على الصلوات، الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، الذي حافظ على الفرائض بيلقاه موجود في الكتاب. والزول المشى للقباب وسف التراب ويتدردق في الطين وبقى يباري الحوليات ويرقص وينطط وينده في الفقر الميتين، ده برضو بيلقاه. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ربنا قال وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كلها بالقاء موجودة. ربنا قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافي. أهب عداك بيحصل شنو؟ ربنا قال فأما من أوتي كتابه بيمينه. الزول
الربنا عز وجل بيديه الكتاب باليمين هذا من أصحاب اليمين، نسأل الله يجعلنا منهم. ربنا بيعرض عليه الحسنات والسيئات، فإذا جاءت السيئة اسود وجهه، وإذا جاءت الحسنة فرح وبيض وجهه، حتى يقول الله عز وجل أو حتى يقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. الزول الموحد ربنا سبحانه وتعالى بعد ذاك يديه كتابه بيمينه. ربنا قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أول حاجة بيقول للناس يا ناس هاؤم يعني هاكم هاؤم اقرأوا كتابي، هذا لكتابي فرحان لأنه كتابه خافوق ربه، عمل الصالحات ولو كان الناس ما راضين، ما اشتغل بالناس وأقبل على طاعة مولاه فيفرحه الله عز وجل يوم القيامة، يفرح إنه أخذ الكتاب باليمين. هاؤم يعرض للناس اقرأوا كتابي، هذا الكتاب بتاعي فيه الفوز والفلاح والنجاح ودخول الجنة. إني ظننت أني ملاق حسابي، أنا لأنه كنت موقن ومعتقد اعتقاد جازم إنه أنا حلاقي ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ربنا قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، تحتلاقي ربنا. لكن ما الموضوع إنه الإنسان يلاقي ربنا؟ الموضوع إنه يلاقيه كيف؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الإنسان يفرح وينجو، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يا ريت لو أنا الكتاب بتعيد ذاته ما ادوني له ولا عرفته ولم أدري ما حسابي ولا عرفت حسابي، يا ليتها كانت القاضية. بعد ده بيتمنى الموت في الدنيا، هنا بنادي في الفقراء بتعنه وفي الدراويش في الدنيا، هناك في الآخرة ربنا قال شنو؟ قال يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. بيتمنى إنه يموت وإنه يمرق من العذاب ومرق ماف، لأنه ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أها بيمشي وين؟ ومأواه النار، يعني مستقر الدائم هو النار. فعند ذلك يتمنى أن يخرج من النار زي ما ربنا عز وجل قال، وقالوا يا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فربنا سبحانه وتعالى يعذبهم عذاب عظيم، عشان كده الواحد ربنا قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. الواحد مما يشوف عمله شين ومصيره إلى النار، قال تلوى ادو كتابه بالشمال فيلوي يده ويضع كتابه وراء ظهره حتى لا يطلع عليه الناس، لأنه عمله شين. ربنا عز وجل قال فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية، زي ما ربنا عز وجل قال عن أهل النار بعد ما يكوركوا ونادى أهل أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء
أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. بيسألوا الله التخفيف. وربنا عز وجل ما يستجيب لهم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. آخر حاجة بيتمنوا الهلاك. ربنا قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ومن الدنيا الناس كلمتهم، ما تعاين للناس، ما تشتغل بكلام الناس. الناس ورطوا أبو طالب الذي كان يدافع عن الإسلام ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. والجماعة الثانيين قالوا له قل، قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كلمة واحدة تكون سبب في هلاك الإنسان. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. مالك يرد عليهم قالوا بعد 100 سنة. يقول لهم شنو؟ قال إنكم ماكثون، يعني مقيمين مقام طويل. قال إنكم ماكثون. فهنا ربنا عز وجل قال يتمنى زي ما ربنا قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وأما أصحاب الجنة زي ما قالوا العلماء، أصحاب الجنة ديل قبل ما اليوم يوم القيامة قبل ما يجي فيه وقت الظهر بيكونوا هم خشوا الجنة، كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واستدل بالآية أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصل المقيل بيكون قبل الظهر، فهم خشوا الجنة وقيلوا جوا الجنة. وأما ذيل قاعدين في النار وفي العذاب نسأل الله العافية والسلام، أهم من عذابهم شنو؟ يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي. المنع المال من الإيمان والانقياد للحق، المال ما نفعه. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ربنا قال خذوه فغلوه، يعني أربطوه. العلماء قالوا لما ربنا يقول للملائكة خذوه قال فيبتدره 70,000 ملك، 70,000 ملك اقبضوا الزول ده عشان يستجيبوا لأمر الله ويدخلوا جهنم. خذوه 70,000 ملك بيجوا يختفوا عشان يربطوا. خذوه فغلوه يعني أوثقوا، يقوموا يربطوا يدينه لرقبته وراسه يخش بين ركبتينه. ثم الجحيم صلوه دخلوا جهنم. ثم في سلسلة ذرعها يعني طولة 70 ذراعا فاسلكوه. قال العلماء تدخل السلسلة، تدخل السلسلة من دبره ثم تخرج من فمه، يكون معلق بسلسلة يدخلوها من دبره وتخرج من فمه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. طيب الورط في الموضوع ده شنو؟ السبب شنو؟ ربنا قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ابن جرير الطبري قال أبا لا إله إلا الله، ما داير التوحيد والعقيدة. ولذلك أول وصية هي الوصية بالتوحيد والعقيدة، والإنسان ما يجامل فيها، ولو جامل فيها بيكون توحيد ناقص. ربنا قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم
ومما تعبدون من دون الله. توحيد ما فيه مجاملة، بيدعو غير ربنا إما أن يستجيب للقرآن وللتوحيد ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن الإنسان يبعد منه. عشان كده العلماء قالوا اعلم أن من أطاع الرسول ووحد الله لا تجوز له موالاة من حاد الله. يعني ما ممكن الليلة واحدة بتمشي الفقرة والدجالين وبترمي في الودع وشغالة والداعية، الوحدة تجي تجيبها معاه في البيت وتشرب معاه الجبنة وتضحك معاه. ربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما ممكن الزول يباسطهم في الكلام ويمشي معاهم ويخش ويضحك ويسكت ويخجل منهم. هم ناس ما خجلوا من الشرك الذي أغضب الرب عز وجل عليهم، ونحن نخجل من التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به. فهذه أول وصية. والتوحيد ما بيكتمل إلا إذا الإنسان ابتعد من أهل الباطل والضلال، زي ما ذكر الله عن إبراهيم، والآيات موجودة كثيرة. الوصية الثانية وأختم بها هي الوصية بالتمسك بأوامر الله، وهي التقوى. لما الصحابة قالوا للرسول كأنها موعظة مودع، لأنه زول المودع بيجيب أغلى ما عنده من العلم ويورث للزول البعدي. فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله كما قال طلق بن حبيب رحمه الله، قال هي أن تعمل بأمر الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. يعني زول يعمل، ربنا أمر بالصلاة، ربنا أمر بكذا بكذا، على نور من الله، يعني بعلم ما بجهل، ويرجو من ذلك الجنة والثواب، ويبعد من المعاصي والمحرمات بعلم ما ساكت، ويرجو شنو؟ ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. فتقوى الله يدخل فيها جميع الأوامر، منها المحافظة على الصلوات، ومنها المحافظة على الحجاب الشرعي الذي أمر الله عز وجل به. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فربنا بدأ الآية خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له آمر أزواجك وبناتك. طيب واحدة تقول يا أخي ديل أزواج وبنات الرسول، نحن دخلنا شنو؟ نقول ربنا ذكر العلة، قال ذلك أدنى أن يعرف، يعني أبعد من إنه ما يشوفوين عشان ما يأذوين. طيب إذا كان زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهن الطاهرات اللائي نزل القرآن في براءتهن، ربنا أمرهم بالحجاب، فكيف بنسائنا وأخواتنا وأمهاتنا وعماتنا وخالاتنا؟ من الأولى بالحجاب، زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أم نساء المسلمين؟ لا شك أن الأولى بالحجاب هم نساء المسلمين. فربنا إذا كان أمر، وده بسموه قياس الأولى، يعني مثلا ربنا قال عن الوالدين ولا تقل لهما أف، يعني الأب لو قال لك جيب كده جيب كده، أو الأم قالت للولد أو البنت سوي كده سوي كده، وبقى الكلام بتاعهم كثير، ربنا قال ما تقول لهم أف. طيب إذا ربنا قال ما تقول لهم أف، هل ربنا بيرضى من الولد إنه يضرب أبوه وأمه؟ بيرضى؟ الأكبر الضرب ولا الأكبر الكلام؟ الأكبر الضرب. طيب إذا ربنا حرم الكلام، معناه تحريم الضرب شنو؟ من باب أولى. كذلك إذا ربنا أمر نساء المؤمنين، نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين وهن طاهرات القلوب، إذا ربنا أمر بالحجاب الشرعي فغيرهن من باب أولى. شكد الوحدة
تتحجب وتلبس الحجاب الشرعي خالصة لله سبحانه وتعالى، النية تكون خالصة، ما عشان زوج ولا عشان كلام ولا عشان دنيا ولا عشان يقولوا كذا وكذا، وإنما لله. وتلبس الحجاب زي ما ربنا أمر به، حجاب كامل ساتر لا يبدو منه شيء، لا ظفر لا عين لا شعر لا قدم، كله يكون حجاب كامل، وهذا هو الحجاب الشرعي. وإذا بدأ منه شيء فهذا تبرج، لأن العلماء وضعوا في شروط الحجاب شروط كثيرة. قالوا أول حاجة يكون الحجاب ده واسع وفضفاض ما ضيق، فالوحدة حتى لو كان مغطي أي حاجة لكن كان حجاب ضيق يبرز مفاتن الجسم فهذا يعتبر تبرج ولا يعتبر حجاب. وكذلك يكون تخين، فلو بقى شفاف يشف ما تحته، يعني زول يشوف الجسم من تحت، ده ما اسمه حجاب، ويكون تبرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المتبرجات، قال هن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. والغراب الأعصم هو قالوا غراب أسود لكن خشمه أو منقاره أحمر، وده نادر جدا، يعني معناته الوحدة اللي بتتبرج ما بخش منها الجنة إلا القليل. فالوحدة تخاف من الله وتتقي الله سبحانه وتعالى. كذلك الحجاب ما يكون زينة في روحه، يكون ملون ولافت للأنظار. كذلك ما يكون الحجاب يشبه لباس الكافرات، بنطلون أو غيره أو غيره. كذلك ما يكون يشبه لباس الرجال. كذلك يعني ما تتعطر الواحدة لما تمرق، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني هو الذي أمرها بذلك، وبذلك تكون يعني متقية لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات هي اللابسات، لكن اللبس ما بيستر. عاريات، النبي صلى الله عليه وسلم سماهم عاريات، مائلات مميلات، يعني هي منحرفة وتحرف غيرها عن الصراط المستقيم. قال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وده نوع من يعني ما 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 تضل به الناس وتميل به الناس، إلى آخر الحديث. فقال إلعنوهن فإنهن ملعونات. فنوصي أمهاتنا ونساءنا وأخواتنا أن يتقين الله سبحانه وتعالى، وأن لا يستمعن إلى كلام الناس. الناس بيتكلموا، يقول لك دي يعني الوحدة لو لبست الحجاب ما بعرسوها، والعرس ده رزق لا قاعد عنزول ولا عنزول. والوحدة ممكن تكون متبرجة وتكون ما ربنا ما كتب لها الزواج وما تتزوج، فهو من عند الله سبحانه وتعالى. برضو واحدة تقول لا هو هناي لكن بس حار، ربنا سبحانه وتعالى قال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. وفي واحدين يقول لك لا هو الله كويس لكن بيستهتروا بينا. يقولوا يا أخي الحجاب بيلبسوه المجرمات، زي ما قال واحد مجرم اسمه صادق المهدي، زول مجرم ده قال الرسول صلى الله عليه وسلم حكم ذاته في خطأ، الجريدة موجودة معانا. فدي هم المجرمين العلمانيين والشيوعيين، الناس اللي ما بيؤمنوا بالله والبنبذوا الدين والإسلام، هم اللي بيقولوا الكلام ده. لأنه لو قلنا زول المجرم بيعمل العبادة نحن نخليها، لأنه الحجاب عبادة. كذلك المجرمين قاعدين يصلوا نخلي الصلاة، والمجرمين قاعدين يصوموا نخلي الصيام، والمجرمين قاعدين يحجوا نخلي لهم السعودية والحج والبيت كله، والمجرمين قاعدين يدعوا الله نخلي لهم الدعاء نبقى كفارا نحن. هل ده منطق؟ فالإنسان ما يعاين لكلام الناس. ربنا قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فاليوم الذين آمنوا ده يوم القيامة
هو بيسخر هنا في الدنيا، لكن يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخزيه يوم القيامة ويضحك عليه المؤمن. ربنا قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ لقوا حاجة فائدة غير الضياع والنكال، ويضحكوا في المؤمنين. ربنا قال وما هم عليهم بحافظين. فالإنسان ما ينظر إلى كلام الناس وإلى هذه الشبهة الباطلة الكاذبة الفاجرة التي يريدون بها التشنيع على أهل الحق. فالإنسان ما يكون خواف، الوحدة ما تكون خوافة ولا تخاف من الناس ولا تكون سميعة، أي كلام قالوا الناس تستجيب له تقول لا والله وأنا ما بعمل. واحد من أخواننا قال لي فكوا إشاعة هنا في أبو أمنا، قالوا الحجاب قال بيلبسوه الوحدات البسرقن في أبو أمنا، في مرة بتسرق ها الرجال ما بيسرقوا، في مرة بتسرق كيف يعني؟ فدي الناس كذابين ومجرمين، ناس مجرمين وكذابين. فالزول ما يسمع لكلام الناس ديل، بل نحسب انه من اطهر النساء الا يرتدين هذا الحجاب واشرف النساء، وهم ما محتاجات ذاته عشان يسرقن. الوحده لو اكلت التراب ما ممكن تمد ايده لباطل وحرام، لكن دي الناس مجرمين وناس محتالين وكذابين وافاكين وناس في قلوبهم مرض، ما دايرين النسوان يلبسن الحجاب عشان هم عندهم مرض في قلوبهم، عشان الواحد يعاين للنسوان لانه مرضان. اما الانسان السوي والقلب نظيف يتمنى انه اي مرأة يعني تكون عفيفه وتبعد من الباطل، ويتمنى انه المرأة ذاته ما تمرق للشارع عشان تكون عفيفه وبعيده من ايدي الناس ومن الاذى ومن السوء، يتمنى كده. لكن دي الناس مجارمه، هو ربنا سبحانه وتعالى ما سلم من الناس. قالوا الله عنده ولد وشتموا، زي ما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل شتمني ابن آدم وليس له ذلك، ويؤذيني ابن آدم وليس له ذلك. أما شتمه إياي فقوله لي ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأما أذيته إياي فقوله أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وليس أول الخلق بأهون علي، أو ليس آخر الخلق بأهون علي من أوله. فناس يتموا ربنا، نحن نسلم كيف؟ ناس يتموا الرسل والأنبياء، بل شتموا الرسول صلى الله عليه وسلم في عرضه، وكلنا نحن عارفين حادثة الإفك التي أشاعها وبدأها المنافقون المجرمون. فالإنسان ما يستمع لهذه الأباطيل ويمضي إلى الله سبحانه وتعالى. و كل الكلام اللي بيقوله ده في النهاية أجر. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال 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 قال, قال إذا كان لأحدكم عند أخيه مظلمة فليتحلله، يعني لو في زول عنده عليك حاجة من الدنيا دي أمشي اتكافاه سريع سريع. قال قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، فإن كان عنده حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار. فكونوا يتكلموا في الحجاب ويتكلموا في الدين والعقيدة فدي حسنات الإنسان يعني يرجو بها الثواب عند الله. الوصايا كثيرة، نكتفي بهذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة. طيب، قال ما حكم زوارات القبور القباب والأضرحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى ولعن زوارات القبور وخاصة القباب، لأن القباب دي ما زيارتها ما شرعية. الزيارة الشرعية للمقابر إنه الإنسان يمشي للمقابر عموما، لمقابر المسلمين، وفيها فائدتين. فائدة للزول الميت إنه يترحموا عليه، ودي بيستفيد منها الميت. والفائدة الثانية الزول الحي يتعظ ويتذكر الآخرة عشان يصلي عمله. أما اللي بيعملوا الليلة الناس يمشوا المقابر هم يعتقدوا إنه الميت ده هم بينتفعوا منه، مش هو ما بينتفع منه. فهذه حرام ووسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى.
كمان لو بقى معاه عبادة جوا القبر حتى لو كان بيعبد الله، دي مشكلة تانية. ويدخلون في اللعن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذروا ما صنعوا. يعني هم ما بيعبدوا الأنبياء أصحاب القبور، وإنما يعبدون الله عند القبور جنب القبر، بيعبدوا الله ما بيعبدوا صاحب القبر. ها كيف إذا كان الليلة بيمشوا للقبر ويتمسحوا به ويخطوا عنده الملابس وإلى آخر؟ فهذا شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. طيب، قال: هل الكلام في الصوفية غيبة؟ قال: وما الفرق بين الغيبة والنميمة؟ طيب، الفرق بين الغيبة والنميمة كلهن أول حاجة محرمات، كلهن محرمات. الغيبة إنه الإنسان يكون ما في لكن يذكر لعموم الناس، أما النميمة يمشي يذكر عنزول عشان يفسد ما بين هذين الشخصين. يعني يعرف له إنه نفرين كويسين، يمشي ينم له داك يقول لك صاحبك داك بيقول فيك يكذب، أو لو حتى جاب كلام حق لكن على جهة الإفساد، فهذا من النميمة. الغيبة هي حرام لكن تجوز في مواضع، والكلام ده ما قلناه نحن هنا، ما قالوا السلفيين في 2019، الكلام ده قالوا العلماء من بدري وقاله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المواضع التي كما قال الشيخ الألباني التي تجوز فيها الغيبة: الإنسان الذي يريد أن يسأل عن إنسان تقدم لخطبة، زول داري يتزوج، فهذا يسأل عنه وإن ذكر في غيبته بالسوء. ودليل ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا الجهم خطباني، اثنين من الصحابة الأفاضل، ودين صحابة من أهل الجنة. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اتقدموا عشان يتزوجوني، تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا، أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني ما عنده قروش، وأما أبا الجهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه، ولكن أنكح أسامة. فاغتابهم النبي صلى الله عليه وسلم في غيبتهم، ذكرهم بالسوء في غيبتهم. ولكن هذا من الغيبة الجائزة، وهذه نصيحة في الحقيقة وليست غيبة، لكن من باب اللغة التعريف اللغوي هي غيبة، لكن هي غيبة واجبة. كذلك الإنسان الذي ذهب إلى قاضي، زول شال واطاته أو ضربه فلقوه في نص راسه، وقام القاضي قال له أشهد، أو مشى دار يفتح البلاغ قاموا سألوه قالوا له مالك، يقول: فلان ابن علان ظلمني في كذا وكذا، ودي ما غيبة. طيب، دي أمور دنيا، زول بيجي ينشر الشرك للناس ونحن نحذر منه، دي تبقى غيبة كيف؟ فده من النصيحة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نصح المسلمين في أسماء ناس، لما جاء رجل يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنوا له بئس أخو العشير، بئس ده من أسماء الذم، فذمه وكان بعيد ما بيسمع في الكلام. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أتعلمين أن فلانا وفلانا لا يعلمان من ديننا شيئا؟ قالت: وكانا من المنافقين، أو كانا رجلين. المهم الإنسان إذا كان بيدعو للباطل والشر فيذكر باسمه. فالصوفية نشروا الشرك، طريق القادرية المكاشفية عندنا هنا في منطقة المناقل عموما نشروا الشرك بالله، ناس بيمشوا للمكاشفي ولأولاد المكاشفي ولجردل المكاشفي ذاته بيدعو من دون الله، ممكن الصابون ناس يدعوها ويستغيثوا بها ويأكلوها ذاته من دون الله سبحانه وتعالى، ناس بيأكلوا في الطين، طين فوقه قرنجات وقرنبع بيأكلوه، حقت المكاشفي والضطريفي وحفير وكلام فارغ وباطل. فده كيف ما يذكروا وهم شغالين يدعو للباطل ولمعارضة دين الرسول صلى الله عليه وسلم والتوحيد؟ فده ما من الغيبة أبدا. وأي زول بيقول ده من الغيبة، إما يكون جاهل
جاهل ما عنده علاقة بالعلم، وإن كان عمته 16 متر، أو يكون إنسان مجرم مستفيد داير ما يكشف حاله. وربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لابد المجرم ده يعرفه، ويعرفوا حتى لو كان ما بيعرفوا باسمه يعرفوا بلقبه، مكاشف ولا غيره ولا برعي ولا صايم ديمة، أو يعرفوا بكنيته كما ذكر أبو لهب، ما اسمه أبو لهب، اسمه عبد العزة، أبو لهب كنية، وهكذا. فالكلام في الصوفية ما من الغيبة بل من الواجبات. ربنا بعذبنا لو ما تكلمنا فيه. طيب، ما نصيحتكم على المرأة للمرأة التي تنكر على الرجال الذين يقعون في المنكر شنو أمامي، وخاصة في المناسبات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا كان هذا الرجل من للمرأة عليه ولاية كولد أو كأخ صغير أو كذا، فده تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وكذلك إذا كان زوج، حتى لو لم تكن لها ولاية عليه، لكن يعني كان لها قدرة على أن تنكر هذا المنكر. أما إذا كان بعيد، خاصة إذا كان أجنبي، فتنكر بقلبها وتخبر من له ولاية أن ينكر، ولا تتعرض هي للإنكار، لأنها ستفتح باب للشر، ستفتح باب للشر. لا تنكر هي، إنما تنكر على المحارم، يعني فيما تستطيع، وعلى من لها ولاية عليه، وعلى الزوج أو على الخال والقريب والعم وهكذا، من يشرع لها كلامه. أما من كان بعيدا عنها، أجنبيا عنها، فهذا تنكر بقلبها وتخبر من له ولاية، أو تخبر أحد الرجال ينكر. هل يجوز أتصل على عالم أسأل عن أمور الدين؟ إذا كان ما في محرم، يعني ما في محرم متيسر، ما يعني ما بتقدر يكون في محرم وهو يسأل لها، هذا هو الأفضل. أو يكون قاعد وهي تسأل والعالم يجيب، أو الإنسان اللي عنده علم يجيب، فده ده الأفضل. أما إذا ما وجد وكانت يعني محتاجة لهذا الأمر، فإنها تسأل العالم لكن بقدر السؤال، ولا تتكسر في الكلام ولا تخضع في القول. يا شيخ فلان حصل كذا وكذا، الفتوى شنو؟ يوريها الحق، ويعني تغلق المكالمة أو يعني تكفل الكلام على ذلك، ولا تتوسع في الكلام. لكن إن وجدت محرما يسأل ويخبرها، أو تسأل في وجود المحرم يسمع، إن شاء الله تشغل السبيكر، فما في حرج إن شاء الله. أما إذا لم يوجد، لم يتيسر، فلها أن تسأل، ولكن لا تتوسع في السؤال، يعني ما تقعد تحكي قصة حياتك، لأن الشيطان سوف ينزغ ويستخدم هذا الكلام وسيلة ليغوي به الرجل والمرأة، لأنه في النهاية الرجل رجل والمرأة مرأة. فتتكلم من غير خضوع بالقول، وتسأل وعلى قدر السؤال، ويجيب هو على قدر السؤال. ما حكم الكلام المرأة المتحجبة مع ابناء عمها وخالاتها، وما هي الضوابط في ذلك؟ الإسلام يا أخواننا ما جاء ليفرق بين الأرحام. ما في إشكال تكلم، لكن تكون متحجبة. أي واحد أجنبي، الأجنبي مش هو الهندي ولا الأمريكي ولا الصيني، الأجنبي هو الذي يجوز له الزواج منها، ده اسمه أجنبي. ولو كان ود عمة، ولو ود خالة، ولو كان متربي مع من صغير، ولو كان شالة يقول لك يا أخي أبيتي أنا شلتك وأنا حضرت سمايتك وأنا وأنا وأنا، فده برضو شنو؟ ده برضو أجنبي، برضو أجنبي. ولو كان شيخ القبيلة ذاته، لكن ما بجوز له، يجوز له الزواج منه، هذا يسمى شنو؟ يسمى أجنبي. فالأجنبي ده تكلمه في وجود المحارم، ما تكلمه في وجود الخلوة. ود عمه يكون عمه قاعد، أبوه موجود، ما يكون في خلوة، وما تصافحه يد في يد، ما بيجوز. أما الكلام والسلام من بعيد فهذا جائز، والكلام أيضا
يكون ما فيه يعني إخلال بحياء المرأة، فلا بأس بذلك. تسأل عن أحواله وعن أولاده وكذا، ما في حرج إن شاء الله. قال امرأة تتمنى إنه بنتها تلبس الحجاب يعني، والله تدعو لي الله ما دام هي بنتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات لا شك فيهن، قال ودعوة الوالد للولد، يعني دي ما فيها شك. فيدعو الأم، خاصة الأم، تدعو الله سبحانه وتعالى لبنتها أن يهدي قلبها، وكذلك تعلمها، تدعو لها وتعلمها العلم الصحيح. طيب قال هل في صحف مزورة في التفسير، وهل التفسير أنواع أم نوع واحد؟ نعم، هناك تفاسير أهل البدع والضلال كتفسير ابن عربي الصوفي، وتفسير واحد اسمه حسن الترابي الإخواني، دي تفسير باطلة. أما التفاسير الصحيحة زي تفسير السعدي وزي تفسير ابن كثير، هذه تفاسير موثوقة إن شاء الله. طيب امرأة متحجبة وبالصافحة الرجال، ما رأي الدين في ذلك؟ حكم الشريعة إنه تواصل في الحجاب وتترك المصافحة، لأنه في ناس يقول لك يا تمسك كده عديل يا تفك كده عديل، ما هو شغلة، ما تجارة، ولا زول يعني يفتي عن رأيه هو، ولكن الشريعة أن تواصل في الطاعة وتترك المعصية. فما دام أنها اقتنعت بالحجاب الشرعي ولبسته ابتغاء مرضات الله، كذلك تترك المصافحة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه خير لها أولا قبل أن يكون خير لغيرها. قالت توفي أبي وحزنت عليه شديد لحد الآن، ما نسيت، ماذا أفعل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى يرحم ويغفر له. طيب الولد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو ولد صالح يدعو له. فالحزن الشديد من غير يعني عمل صالح يصل إلى الوالد، يعني ما استفاد الوالد شيئا، فتدعو له كثير، تدعو له كثير. وأما مسألة الحزن فإنه يذهبها أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، من هو خير من آبائنا وأمهاتنا جميعا، كذلك تعلم أنها أيضا هي منتقلة عن هذه الدار، ويجب عليها أن تعمل صالح. ربنا قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني زول إذا كان دخل الجنة هو ووالده وبقوا بيناتهم في مسافة في الدرجات ودرجات في الجنة تفاوت بسبب تفاوتهم في الدنيا في الأعمال الصالحة، ربنا عز وجل يرفع الأدنى إلى الأعلى ليقر أعينهم، وهذا من فضل الله. فتعمل صالح وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عليه الصلاة والسلام، وهو خير البشر وسيد البشر، وأنها هي أيضا منتقل عن هذه الدنيا. ثم تكثر من الدعاء والصدقة للوالد، تعمل له زير صدقة أو أي نوع من أنواع الصدقات التي جاءت في الشريعة. طيب امرأة موحدة أمها تسقيها المحاية وهي ما تدري، والله تصاحب أمها بالمعروف وما تشرب المحاية، وتحترز من أمها وتنصح أمها، تنصحها. طيب هل يعتبر شيوخ الصوفية من الطواغيت؟ نعم، زول بيقول أنا بقول للشيء كن فيكون، زي ما قال حسن واتحسونا، البرعي قال حسن سيدي أبكيم، حسن فوق الكون متحكم، والكلام ده ما قاله ساكت، في القصائد موجود وفي الكتب موجودة، وهم ما قادرين ينكروا ذاته. احنا الآن بنتحداهم يفتحوا بلاغ إنه الكتب دي ما حقتهم، فده كلام ده حقهم، طاغيط طاغوت هو طاغوت. ما الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ الفرق ده اللي فيه ابن تيمية رحمه الله كتاب بهذا الاسم، الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لكن نقول أولياء الرحمن ربنا قال عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان اللي هو العقيدة الصحيحة دولي للرحمن، والتقوى إنه يعمل بالطاعة ويترك المعصية، فهذا هو ولي الله. كذلك ولي الله سبب الولاية حقة الطاعة، إنه بقى ولي لله لأنه أطاع الله،
واتبع كلام الله. وأول حاجة في الطاعة التوحيد، وابتعد عما حرم الله، وأول ما حرم الله الشرك، وأعظم ما حرم الله. أولياء الشيطان أول حاجة، أول حاجة وأكبر يعني مظهر لهم إنهم دعاة للشرك وأصحاب الشرك. نمرة اثنين، إنهم ناس ما بيحافظوا على أوامر الله سبحانه وتعالى، ولا بيحث الناس على تعظيم الله جل وعلا، ولا يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بيمشوا للقباب والأضرحة والسحرة والدجالين والفقراء. فده من علامات أولياء الشيطان وأصحابهم. امرأة قالت النبي حي، ما رأي الدين؟ الدين يا أخواننا ما بيأخذوا من رأي مرة عملت لا ملاح سمعوا ضاغته قالت خلاص النبي حي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم مات وتوفي، والكلام ده قاعد في القرآن. ربنا قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وربنا قال إنك ميت وإنهم ميتون. ما هو اليمين الغموس؟ هي التي تغمس صاحبها في النار أو في الإثم، وهو أن يحلف الإنسان بالله كاذبا متعمدا، فدي بتغمس في النار. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد. وقت الصلاة فضل له 5 دقائق. هذا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.